كابتن هاني رمزي، كنا عايزين نسأل سيادتك عن تجربة محمد صلاح ومدى رحيله من تشيلسي، وإيه رأيك؟ والله اولا يمكن السنه اللي فاتت كلنا كمصريين كنا مبسوطين جدا يعني انتقال محمد صلاح لنادي تشيلسي. انا كان ليا بعض التحفظات على هذا الانتقال لان كان في نفس الوقت كان في بعض الانديه زي ليفربول وكان في بعض الانديه البريمير ليج بيقدموا نفس العرض. يمكن صلاح اتاثر شويه بشخصيه مورينيو لانه كلمه واثر عليه بصفه شخصيه، ولكن انا على المستوى الشخصي كنت اتمنى محمد ينتقل لليفربول لان الكومبيتيشن او التنافس هيكون اقل كتير جدا بالنسبه لبعض اللاعبين اللي بيلعبوا في مركز صلاح. تشيلسي موجود ناس كتيره جدا ومستواهم عالي وبيلعبوا على المستوى الدولي، اذا كان اوسكار ولا بيلعب ويليامز البرازيلي، الاثنين برازيليين، وشولا الالماني. لكن يعني مجرد انتقال محمد للدوري الانجليزي ده شيء جميل جدا. بس هو كان مورينيو كان بيقول ان هو اتاخر شويه في انسجامه مع الفريق. يعني كل مدرب طبعا بيحب يبرر اللعيب بيغيب ليه. ما فيش شك ان محمد صلاح الانتقال من الدوري المصري للدوري الانجليزي خطوه كبيره جدا، خطوه واسعه، لكن محمد صلاح امكانياته واهلته لما كان بيلعب بيأدي بشكل كويس. لكن زي ما بقول لك يعني قدامه لاعبين على مستوى عالي جدا، لعيبه اسمائها كبيره، لعيبه بتلعب في المنتخبات اذا كان منتخب البرازيل او المنتخب الالماني، فطبعا الكومبيتيشن بيبقى ظالم شويه لصلاح. انا اتمنى ان صلاح ينتقل يعني حتى على سبيل الاعاره لاي فرقه ثانيه، يبدا يلعب باستمرار. ده الاهم بالنسبه للاعب الكوره، لازم يلعب في الملعب اكتر. يعني طب تقييمك بقى النهائي للتجربه بتاعت محمد صلاح؟ لا التجربه ما زالت شغاله يعني مع صعب، يعني احنا كلنا سعداء كمصريين ان في واحد بيلعب في نادي من احسن الانديه موجوده في العالم. اتمنى ان صلاح ما يرجعش مصر غير لما يكون بقى مدرب ان شاء الله، ربنا يديله طول العمر. شكرا لك.